بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع الإخوان الفلاحة في هذه الوصلة الاستشارية الفلاحية الخاصة. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا على البلوكاج والستريس اللي واقعين هذا العام فاش في الشجرة ديال الخوخ. يعني البلوكاج شكون هو؟ وهو أن هذه النموات كاين توقفات ديال النموات في الأفرع ديال الشجرة ديال الخوخ. إلى ردينا البال كنلقاو هاد النموات ما كاينينش متوقفين، هذا هو البلوكاج، يعني شجرة بلوكات. وكاين كذلك لو ستريس اللي هو واحد الضغط مائي وحراري. إذن إلى ردينا البال هاد العام ما كانت الشتاء، يعني الشتاء ما بدات حتى إلى تقريبا البداية ديال شهر مارس، والعام كان سخون. ولهذا فاش كتكون هاد الحالة، هاد الشجر ديال الخوخ ولا الشجر عامة كنلقاوه ما شربش واحد الكمية كبيرة ولا واحد العدد كبير ديال السوايع ديال البرودة، يعني لي زور دو فروا كما كنقولوا حنا. إذن إلا كانت هاد الظاهرة، يعني هاد الشجر هذا ما شربش هاد الكميات ولا هاد العدد اللي كنسميوه العدد ديال السوايع، يعني كيوقع واحد عدم التوازن، كيوقع ان ديزيكيليبر بالنسبه للشجره. اذا فاش الشجره ما شبعاتش هاد السوايع هادو، اش كيوقع؟ كنلاحظوا بانه هنا عندنا النواره، وكنلاحظوا في هذا الفرع هذا عندنا النواره دارت بكري وطاطات واحد الحبه، وكنلاحظوا بانه مرحله اخرى اللي عطاتنا هاد الحبه الصغيره، وكنلاحظوا كذلك في هذا الفرع هذا فيه واحد النواره عاد جايه، وكنلقاو هاد الحبات خصوصا هاد الحبات متلاصقين وصغار. اذا امام هاد الحاله وامام هاد الوضعيه، ولا بد باش خاصنا نقومو بشي عمليات. ومن بين العمليات اللي خاصنا نقومو بهم، وهي اول حاجه وهي خاصنا ننظمو الري لهاد الشجر هذا. ثاني حاجه فاش غادي ننظموا الري، خصنا نجيبوا الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه الحمد لله راها كثيره، وكاينه في مختلف الشركات، وكاين كتلقى داك اللحم ديزاسيد اميني، كاين اللي كتلقى فيها البور، وكاين اللي كتلقى فيها مثلا الفير، وكاين اللي كتلقى فيها الازوت، وفيها بزاف ديال المواد الغذائيه. وعلاش هاد ديزاسيد اميني؟ باش نحفزوا الشجره. اذا الى حفزنا حنا هاد الشجره، ربما غادي يمكن لينا نحافظوا عليها مستقبلا، لانه هاد الحبات الصغار ولا بد غادي ما غاديش يشدوا، ولكن الحبات الكبار اللي غادي نزيدوا نحفزوهم باش غادي تكون استمراريه ديال الشجره. اذا هاد الشجره هذه ديال الخوخ راها ما مريضه ما والو. وهاد الحاله راه وقعت عندنا هاد العام عند بزاف ديال الفلاحه، وما خصش الفلاحه يتخلعوا من هاد الحاله، انما خصهم يعطيو هاد الاملاح المعدنيه، اذا هاد ليزاسيد اميني، ويتهلاو خصوصا في التنظيم ديال السقي. كنتمنى ان شاء الله ان الاستفاده وصلت. شكرا والسلام عليكم.